السادة فتيحة مقني عضو بمجلس الهيئة المحامية للناس ومكلفة بالشؤون الثقافية ونائبة برلمانية أيضا وعضو بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان. في الحقيقة اليوم يتشرف المجلس نقيبا وأعضاء بإعطاء انطلاقة لأيام مفتوحة من أجل إحياء وترسيخ العادات والتقاليد والأعراف ديال هذه المهنة المحاماة لأنها أصبحت في اندثار، وهذا الاندثار نتاع الأعراف والتقاليد يسبب إشكالات ويسبب بالنسبة لهذه المهنة إن على مستوى مهنة المحاماة وأيضا مع أسرة القضاء، لأن حيت كيكون واحد الأعراف والتقاليد كيحافظ عليها المحامي أو المحامية ابتداء من هندامه ابتداء من ارتدائه بدلته والطريقة التي يرتدي بها انسجاما مع أعرافنا وتقاليدنا، في هذه الحالة يكون بالفعل محترما، يكون بالفعل له واحد الحصانة، لان حتى نوجد محامي وهو ما مرتديش البدله وكيقوم باجراءات داخل المحكمه، قد ياتي رئيس المحكمه ولا يعرفه ويقول له تفضل ولا كحز ولا بعد، في حين حتى يكون مرتدي البدله نتاعو، بدله المحاماه هي حصانه له. وايضا على صعيد مع الموظفين، وهذا التحسيس خصو يكون، لان الحمد لله حضر معنا رئيس المحكمه وحضر معنا وكيل الملك بالمحكمه الابتدائيه وايضا قاضي التنفيذ نائب الرئيس وايضا رئيس حسابات الضبط، حيث هذا الاطر هذه وهذا الاطر مع النقيب المحامين ومع اعضاء المجلس فيها واحد من تشكيل نوعا من الانسجام بين هذه الاطراف. انتم سمعتم الكلمه ديال السيد الرئيس بان حتى اذا كان اشكالا نقضي على هذا الاشكال فيما بيننا، وهذا ما تعودناه، لان ما يقرب من 30 سنة وأنا محامية تربينا على الأعراف والتقاليد هنا في احترام أنفسنا واحترام الطرف الآخر، إن على صعيد الزمالة إن على صعيد أسرة مهنة القضاء أسرة القضاء، لأن مهنة المحاماة ليست بمفردها ولكن مع القاضي مع الموظف مع المفوض القضائي مع جميع الأسرة المكونات ديال أسرة القضاء. شكرا.